يا ترى مرات بتحسي إنك مش فاهمة جوزك بيفكر إزاي؟ عايزة تفهميه أكتر وتقربي منه؟ كتاب كيف تحبين زوجك هيعرفك قد إيه ضروري وقبل أي حاجة إنك تستمدي قيمتك من الله وتاخدي منه هو تشجيعك وأمانك. وقتها سلامك وقوتك هيكونوا المنصة اللي بتوصل دعمك لجوزك. الكتاب بيقدم لك مساندة حقيقية مبنية على الكتاب المقدس، فتقدري تعملي تغيير في جوازك وتقربي أكتر من شريك حياتك وتمشوا سوا في طريق مشيئة الله.